السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمضان كريم. التبرع بالدم هو سحب كمية من دم المتبرع تقدر بحوالي 450 مللتر، وهي عملية تستغرق بضع دقائق ولكن لها فوائد صحية عديدة. من الملاحظ عزوف بعض المتبرعين عن التبرع بالدم خلال شهر الصيام بسبب تخوفهم من خطورة التبرع بالدم. التبرع بالدم عملية آمنة ولا تسبب ضررا صحيا للمتبرع، حيث يتم تعويض السوائل خلال 24 ساعة. ويمكن التبرع بالدم بعد الإفطار، كما ننصح المتبرعين بضرورة شرب كميات كبيرة من السوائل قبل وبعد التبرع بالدم. هناك عدة شروط يجب توافرها في المتبرع، من أهمها أن يكون بين 18 إلى 65 عاماً، ألا يقل وزنه عن 50 كيلوغرام، وأن تكون نسبة الهيموجلوبين أعلى من 12، بالإضافة إلى عدم وجود أي موانع صحية للتبرع بالدم. رمضان شهر العبادات، وبتبرعك قد تنقذ 3 أرواح، فبادر بتبرعك وانعم بصحتك وساعد مريضا يحتاج للدم. تقبل الله صيامكم.